اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني اقول لحضراتكم خبر حالا دلوقتي. كابتن محمود الخطيب يدعو شركه الاهلي للانتاج الاعلامي وبرزنتيشن لايف للاجتماع. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دعوه الى مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي للاجتماع في الساعه 2 من بعد ظهر الاربعاء. كما وجهت دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط قناة النادي الأهلي مستقبلا. وأول ما يجهز الاجتماع حوريه لحضراتكم طبعا، أو يعني الكلام بتاع الاجتماع حوريه لحضراتكم على الشاشة البيان بالظبط كده. فهنقوله لحضراتكم مرة تانية. كابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة بريزنتيشن لايف للاجتماع. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء. كما وجه دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط قناة النادي الأهلي مستقبلا.